قاعدين قائمين في المقام هذا اللي قبلونا ورحبوا فينا في المقام اليوم. جينا كما تعرفوا صحبة ممثلة المعهد الوطني للتراث السيدة فاطمة جباري اللي هي منسقة ومحافظة مدينة تونس في المعهد الوطني للتراث، وهي اللي تترها بالمشروع بتاع ترميم السيدة المندوبية. معايا بعض الأعضاء عضويات، صح عضويات ولا سامعني؟ مو انا جو دوا بارلي سور لو كونترول، لا تاتو لو كونترول دي زارابيزون. انا كنت دوك جوروتا بارتيسيبان، فاضل علي الاخت ميمونه حشاد، حبيب مناخ. دوك بعد ما نظمنا في 30 نوفمبر اللي فات مجموعه من محبي التراث ومن اسيلي المندوبه، نظمنا يوم السيده المندوبيه في 30 نوفمبر، وكان لقاء كتبتها نجاح لاباس به، وكنا شفعناه بندوه على الدور الديني والاجتماعي لولية صالحة. وكان الناس وقتها متحمسة باش تكون جمعية للنهوض ولصيانة المحافظة على معالم المندوبة. ولقينا مجموعة فيها شكون من مالوريزمون ماهوش هنا من وكالة النهوض بالتراث. لا 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 ام في بي سي لا لا سينا لا توا سي لا ام في بي سي سي وقررنا باش ندخلوا في المشروع هذايا. في الاول ظنينا ومتخوفين شويه على خاطر الامور صعيبه، وكنا كوناها الجمعيه، ومن المشروع الاولاني هو ترميم المقام هذايا. نرحبوا بالجمعيات اللي هما ضيوفنا اليوم. فما لا ميزون دو بولوني دون بولسكي اللي بون تمثلها سي لا ان دوبل ابارتنونس دوروتا هي في الجمعيتين. سي زين العابدين بن عيسى اللي من جمعية أصدقاء بلفيدير، أسوسياسيون لي زامي دو بلفيدير، كان باش يحضر ولكن عنده التزامات ما نجمش يحضر. رحبوا بالسيد نجيب بورقيبة اللي هو قاعد من الناس اللي عندهم تجربة كبيرة في الترميم، لأنه هو رمم قبة النحاس، وهو صاحب قبة النحاس وهو اللي يشرف على تسييرها. مشيت الحق بينا في نجيب بن عزوز، هو مخرج وعنده شريط وثائقي على قصور المندوبة، تو نشوفوه بعد قليل. زاد سلم علينا السيد المندوب الجهوي للثقافة بمنوبة، والعميد الحبيب القزدغلي يمكن يلتحق بنا. تعرفوا بالنسبة لشهر التراث، إضافة إلى شراكة هذه اللي أخذنا الاثنين اللي فات اتفاق شراكة مع المعهد الوطني للتراث للترميم السيدة المندوبية، عندنا في شراكة مع شركاء أخرين بالنسبة لشهر التراث، كلية الآداب والفنون والإنسانيات المندوبة، والمندوبية الجهوية للثقافة بمندوبة، جمعية أحباء البلفيدير،
ومعنا زادة نسيت ونعتذر السيدة رجاء الشعباني اللي من رئيسة جمعية السياحة ثقافة وتنمية مستديمة بالقصري. دونك انت تراينا ان كانوا يلزمنا باش نكونوا ائتلاف جمعيات باش نعاونوا معنا وباش ننشطوا الحياة الجمعياتية في تونس الكبرى. على الاساس هذايا معناتها هما معنا اليوم. بالنسبة لبرنامج شهر التراث اللي في الحقيقة الهدف منه أول حاجة وهو هدف من أهداف الجمعية هو التعريف بالتراث، هو نشر ثقافة دفاع عن التراث، لأن تعرفوا وكلكم تعرفوا الأحداث اللي شهدتها خاصة عام الفرد بلادنا، وخاصة سياسة الهدم وعمليات الهجومات وحرق المقابر، وبالتالي على كل حال المجتمع تصدى لها، وتكوين جمعيات مثل هذه هو يهدف إلى ترسيخ وإبراز مقومات الذاتية الهوية التونسية اللي هوية مفتخرة بانتماءاتها الكل عبر حقبات التاريخ اللي مرت بها الكل. دونك حابين في شهر التراث هذايا ان نعملوا برنامج نجمو نقولوا طموح شويه. تعاودوا تشوفوه باش نحكي لكم عليه الكل، خاصه فيه اليوم الاخراني هي ملتقى او ندوه حول قصور منوبة ومعالمها، مش حاضروا فيه إلا من المختصين في القصور وفي المعالم، و مش يكون تالي الندوة هذه رحلة استطلاعية وثقافية داخل الولاية تاع منوبة، جهة منوبة الكل، باش نجربوا مسلك ثقافي سياحي في ولاية منوبة. تعرفوا رغم اللي ولاية وجهة زاخرة بالمعالم بالقصور، فما حتى مسلك سياحي ثقافي، وباش نحاولوا نعاونوا ونساعدوا من أهداف الجمعية والبرنامج نتاعها، باش نحاولوا نعاونوا على إنشاء المسلك السياحي الثقافي. وفما الدراسة عملت على كل حال من المشاريع نتاعنا زادت في الجمعية في الاتجاه هذا مع شراكة مع كلية آداب منوبة، ومع شراكة مع مخبر باتريموان اي ريجيون في الكلية تراث والجهاد، باش نحاولوا نعملوا جرب للمعالم منوبة، جرب باش يشوف للفائدة التاريخية المعالم يقع اندثرت، المعالم المصنفة، المعالم اللي حالتها تعبة، ومش نعملوا الخريطة بتاع الآثار بتاع المعالم في منوبة باش نزيدوا ندقوها. فما زاد مشروع آخر أنا إن شاء الله ننجموا ننجحوا فيه، هو مشروع تكوين. مثلا قابلنا كنها سي نجيب بورقيبة قال لنا فما معناتها حرفة مختصة اختصاص دقيق نتاع شكون يدهن لي بلافون نتاع القصور. فمعناتها هذول قلت فما كان واحد مازال يعرف يتقن الحرفة هذه، مثلا نحاولوا نعملوا مشروع في الحرفة هذه وحرف أخرى اللي قلوا فيها الحرفيين، نقوموا باش نكونوا شباب وبالطريقه هذه نجموا مع المسلك السياحي والثقافي نحاولوا على كل حال نعملوا نوع من التنميه الاقتصاديه للجهه.
وشكرا على الانتباه. نعطي الكلمة للسيدة فاطمة جباري من المعهد الوطني للآثار باش تحكي لنا على مشروع ترميم السيدة المنيرية اللي شرع فيه المعهد منذ أشهر. يعطيك الصحة أنت الحبيب. بالنسبة للسيدة منوبية المعهد الوطني للتراث بدا يخدم فيها عنده تقريبا 4 سنوات، لكن في الجزء الخلفي منها فيها تجديد معناتها فضاءات أخرى. ووقت اللي البرنامج نتاع المعهد يكاد أنه ينتهي وقع حرق المقام وتعاود ماذا تحل أن أوتخ شونتي في السيدة، واللي ديما نقول لي الحاجات هذوما ديما يجيو في جرتهم حاجات باهية، على خاطر اكتشفنا زادا كيما اكتشفنا في مشروع ترميم سيدي بوسعيد اكتشفنا حاجات، زادا في السيدة منوبية اكتشفنا زادا حاجات. فما ديزيكريتور اون ستوك لقيناهم تحت ليزيكريتور جدد اللي كانوا مغطيين بهم هما، وان شاء الله زادا لقينا الأرضية الأصلية لقيناها اون لا روتروفي، دونك نحيناها وباش نعاودو نجددوها مرة أخرى، دونك باش نحطوها بطريقة جديدة. شنو آخر؟ المشروع مازال متواصل وفي حاجة لدعم الناس الكل ومشاركة الناس الكل، ويز الناس الكل المال لما دون لما باش نجمو نكملو الترميم هذايا. التكاليف بالنسبة للبيت والله هي رو التكاليف. بالنسبة للتكاليف احنا عملنا اون استيماسيون تاع تقريبا 60-70 مليون، ولكن التكاليف نجم تكون اقل كما نجم تكون اكثر، فهمت؟ معناتها احنا نتحكموا في لي شارج، نحاولوا ديما نعملوا حاجات دو ريكوبيراسيون من عندنا، كيف نستعمل انا السيراميك اللي لقيتها، خاطر ديما فما مفاجئات راهو في الترميم. معناتها انا نكون جو بريفوا باش نشري الخام وباش نجي نلقى روحي مثلا نجم نلقى الخام الموجود نحاول جيسي دو لو ريكوبيري، دونك هذايا يعتمد اكثر زاد على السافوار فير نتاع الحرفيين اللي عندنا في المعهد الوطني للتراث، معناتها نشكرهم على خاطر هما واقفين بالكدا على الخدمه هوني وقاعدين يخدموا في خدمه فريمون معناتها مينيسيوز، فهمتوا؟ يخدموا افيك باسيون وصبر. دعم المجتمع المدني ودعم الجمعيات وإلى أن يتوجه رجال أعمال في منوبة باش يدعمونا ودينا احنا اليوم حملة تبرعات كلها بالنسبة للترميم هذا موجود أمام الحساب الجاري بنكي في بنك الأحتياج سيانة معلم سيدي بوسعيد ورئيس النيابة الخصوصية تاع سيدي بوسعيد، وحاجة أخرى اللي يكون باهية اللي نحن تعرفوا شنو هي بريزيدون دي روتانيا. هذا معلومة ولا سي دونسيان ايستوار. مازلت تابع لروتانيا. عنده على كل حال ماضي معاهم، لازم يعاونونا إن شاء الله. دونك فوالا قبل ما نمشيو للقاعة باش نشوفوا الشريط الوثائقي نتاع سي نجيب بن عزوز على قصور منوبة، شفت واحدة من اللقايات عندها شي مضيف نعاودوا على دعمكم المادي والمعنوي وتشجيعكم وحضوركم كونكم من خلالكم تعرفوا انتم بالجمعيه ولا وان شاء
ان شاء الله نتعاون الكل باش نعملوا حوايج على الاقل. انا نستانسوا بالتجربه تاع سيدي بوسعيد اللي كانت معناها ناجحه. ان شاء الله احنا نتوصلوا بالمساعده المعهد الوطني للتراث، وان شاء الله نتحصلوا على دعم بعض المؤسسات الاخرى والجمعيات باش ننجزوا هالمشروع اللي ضموا. سامعني نسيت اللي والله يلا غالب وليد عندي النسوة، عن لي فيرسا ليزيان تاع مدرسة ابن الجزائر، مدرسة خاصة ابن الجزائر، معناتها يشجعونا وكانوا مفروض انهم يتواجدوا، ولكنهم الاب دومينيكو باترنو والاخ روبرتو ليونيلي كانوا مش يكونوا معنا، ولكن ظروف كما العميد حبيب الصدقني ما نجموش يلتحقوا بنا. عسلامة، أهلا بكم. فوالا دونك نلتحقوا في النقاع نتاع الجامع، في الحقيقة، الجامع نتاع المقام. شوفوا الشريط الوثائقي ونقلوا الكراسي.